السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كل شيء بخير. نتمنى ان شاء الله ديما تكونوا بألف خير، وشكرا ليكم وشكرا لاخواننا اللي في الجزائر، وديما خاوة خاوة كما تنقول لكم. وان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا لا فيديو، ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. وهذا الدرس ديال اليوم يعني طلب من متتبع من الجزائر، ان شاء الله سروال دغابي هندي، ان شاء الله غنعطيهم لكم ان شاء الله. يا ربي يكون سهل عليكم ان شاء الله. وتنشكر كل 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 جزائري، وتنشكر الطباخه الصغيره الحبيبه ديالي اللي تنقولها ديما انت تاج فوق راسي حبيبه ديالي. تنشكركم كلكم، وتنشكر الجزائريين واحد واحد، وما غاديش نعقل على الاسماء كلهم سمحوا لي. تنسلم على لينا حبيبه ديالي، تنسلم على سليم اللي ديما 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 معايا، تسلم على ام فارس، ام فارس حبيبه ديالي، ولا نسيت شي حد يعني سمحوا لي. تنسلم على نريمان، وتنسلم على جوجو جوجو، يعني بزاف 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 فيكم، وكلكم اللي نسيتو واللي قلتو راه كلكم تنحبوا. وشكرا لكم، ونبداو ان شاء الله في الدرس ديال اليوم. يا ربي يكون سهل. هذا سروال دغابي هندي، العرض ديال الثوب، المنكب يعني ديال الثوب اللي هو العرض ديال الثوب يكون فيه 115، تيجي مزيان. كان 150 ماشي مشكل، غير المهم اللي عندكم في العرض غادي تجيبوه مدوبل. زائد هذا اللي خليت، هاد الطرف اللي خليت انا شريت كوبون، يعني كوبون تيكون فيه 3 متر ولكن ما فيش المنكب. نتوما راه كان فيه العرض راه غير 2 متر قداكم، واضح. هاد الطرف هذا غادي نديرو به الحزام ديالنا، يعني فين غادي نديرو الحزام على سانتيغ ديالنا. وهذا كيما قلت لكم المنكب يعني الطول في جوج، بحال هنا 115 راه غندير 115 في جوج. شوفوا معايا الثوب كيفاش داير، الثوب يعني الثوب على جوج، واضح. وغادي نطوي الثوب على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا باش يجيكم على الطبلة ديالكم، يعني تجينيش انا على قبالتكم، انا غندير له هكا باش يجيكم على الطبلة. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. نحيد هذا من بعد وغادي نخدم به. شوفوا معايا مزيان، انا درت لكم الجهه ديالكم غير باش تبان لكم هاد الشواي هادو كلهم مفتوحين، واضح، يعني كلهم هادو مفتوحين. شوف هنا راه باقي غادي يتقاد. وهنا شوفوا معايا الثوب كيفاش داير، انا نقرب لكم الطبله اكثر. شفتوا معايا درت لكم هكا، قربت لكم هي باش يبان لكم. والثوب من هنا، يعني الثوب هنا دابا على اربعه، شوفوا الثوب راه مسدود والثوب على اربعه، هاد الجهه مفتوحه يعني كامل على اربعه ولكن مفتوحه، هادي مفتوحه، هادي جايه جهه مسدوده. شوفوا الثوب كيفاش داير، هذا سروال تيجي طغافي، تيجي لي بلي في الجناب، تيجي بوفون من الجناب، واضح. هنا غادي يكونوا رجلينا، هنا رجلين غادي نخلي هنايا 22 سنتيم، وكل وحده رجليها اللي جاتها يعني مزيره على رجليها شويه ترخف، واللي جاتها واسعه تنسلي بالخياطه، ما غاديش ندير شي قطعه. شوفوا معايا اول حاجه غادي نقطع، من بعد ما طويت غادي نقطع هادشي اللي شايط، غير هاد شويه اللي شايط هنا. شوفوا معايا غير هاد شويه اللي شايط، ساهل وتيجي رائع في اللبسه البنات. بون صافي، غادي ننزل هنايا ب 30 سنتيم، غادي ندخل 6 سنتيم، 6 نطلع نيشان ونطلع هنا ب 6 ونجيبها دايره. هذه هي القاعده ديال السروال، واضح. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. شوفوا معايا غادي نقطع من هنا، هذه هي القاعده نتاع السروال، واضح. ها هي، سمحوا لي انا قربت لكم، واخا عذبني شويه لان بعيد عليا، ولكن قربت لكم هي باش يبان لكم. شوفوا مزيان هنا فاش نحسب الدوره ديال رجلينا، تندير كران هنايا تقريبا سنتيم على هذا الشكل هكا، واضح. شوفوا معايا هنا كيفاش درت له هكا، شوفوا مزيان كيفاش داير نيشان والدوره، واضح. غادي نفتحوا لكم باش يبان لكم، شفتوا يعني ها هو فاش يتحل. شوفوا معايا مزيان فاش غادي نحل السروال كيفاش غادي يجي، غادي تجي قاعده هنا وقاعده هنا، شوفوا معايا مزيان قاعده هنا وقاعده هنا، واضح.
شوفوا معايا غادي نقبل دابا هي واحد، نحيد الفنايت اللي كنت شدته بغير باش ما يزلقليش. اول حاجه غادي نوريكم القعدات كيفاش غادي تخيطوا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم. يلا شوفوا معايا ها الوجه ديال التوب هو اللي لداخل. غادي نجيب القعده مع القعده، شوفوا معايا مزيان القعده مع القعده. ها هو هذا خليته هنا، انا غادي نرجع له، نجي لهنا نطوي القعده مع القعده. ها هي شوفوا معايا مزيان، غادي نبينها لكم. غادي نقبط القعده مع القعده بالفنايت، يعني مخيطه تخيط تقريبا سنتيم هكا. شوفوا معايا غادي نشد لكم هذه باش ما غاديش نتلفكم. شوفوا معايا هنا، شوفوا معايا هنا، نخلي القاعده هي الاخرى لان فيها السلسله باش نوريكم الامام مع الوراء. شوفوا معايا مزيان، نتمنى ان شاء الله ما تلفوش. غادي نسبق لو هذه سميتها لونتر جامب، لونتر جامب. غادي نقبط لها بالفنايت يعني حد الكران، نخلي القاعده هي التاليه لان القاعده غتبقى واحد الجهه مفتوحه باش غتكون فيها السلسله. شفتوا معايا، وتنقلب هذه باش يبان لكم الرجل الاولى. شوفوا معايا الرجيله الاولى هي باينه لكم. غادي نقبط ثاني لونتر جامب ديال الجهه الاخرى، ما تقبطوش القاعده هي الاولى، لونتر جامب تجيكم اسهل. شوفوا معايا دابا غادي نشوف القاعده مع القاعده فين جات القاعده. ها هي نقاد القاعده مع القاعده، شوفوا معايا مزيان. ها هي هذه هي القاعده، ونخلي القاعده ما نقبطهاش، نقبط غير لونتر جامب. لونتر جامب هي هذه. بون صافي، نتمنى ان شاء الله، نتمنى يكون واضح. الله دلنا الكران ونوقف هاك واضح. غادي نقبض دابا هاد القعده هادي مع القعده، يعني رجل اليمنيه مع رجل اليسريه. شوفوا معايا دابا القعده، شفتوا ها هي الخياطه. شوفوا معايا مزيان ها الخياطه ديال لونتر جامب مع الخياطه لونتر جامب. وغادي نقبض القعده كامله في التالي، غادي نخلي جهه غادي نخليها شويه محلوله على حساب السلسله هذيك حتى للتالي ونوريها لكم. نتمنى ان شاء الله يكون واضح، تيجي رائع، تيجي فتوب الساتان، تيجي فتوب اللي تيكون الاستيك ليكرا، يعني باش دوك لي دغابي قد ما كان التوب نازل لي دغابي تيجيو زوينين. نتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم الموديل. فاش غادي نقلبو غادي يبان اكثر، وفاش يتلبس عاد تيبان. بون صافا، من بعد ما نكمل غادي نقلب. شوفو هنايا لونتر جامب، شوفوا معايا ها لونتر جامب عندنا هنايا هاد الجنب هذا. شوفوا معايا كيفاش تيولي، شفتوا ها هو السروال ديالنا. انا غادي نجيب لكم هكا باش يبان لكم، تيجي هنايا عريض. هادو هما اللي غنوريكم فيهم لي بلي، وها رجلين واضح. من بعد قبل ما غندير الحزام اللي هي السبطه، اول حاجه غادي نطوي لي بلي. غنجيب تقريبا ونطوي لي بلي تقريبا واحد 6 سنتيم، 6 تنطويها على جوج هكا. ندير لي بلي لي بلي لي بلي. وقبل شوفوا معايا قبل، لان خاصكم تعلموا التوب ديرو كران هنايا غير باش يبان لكم وراه باين، غير يستحسن ديرو كران هكا. وغديروا كران في هذه البلاصه هذه هنا في القدس، هنا ندير كران هنا وندير كران عاود في لافاس الاخر. واخا فيه الخدمه البنات ولكن تيجي سروال رائع.
ندير كران هنا صافي، ونبقى غادا بلي بلي على هذا الشكل هذا، غادا 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 بلي بلي حتى غادي نجمع على قد الحزام ديالنا. انا غادي نوريكم كيفاش غديروا، يعني تجمعوا لي بلي على الاخر حتى نوصلوا للكران، وخاص يبقى القياس ديال الحزام ديالنا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. نمشي معاه يعني بالجهه ديال القدام وتظهر يعني كل شيء بحال بحال. يلا شوفوا معايا فاش نقرب نطوي نكمل البلي، غادي نوريكم شحال خاصو يكون من هنا لهنا. شوفوا معايا مزيان الماركان تنعبر السمطه ديال الكرش ديالنا، هاك الحزام ديالنا. داكشي اللي لقيت تنقسمو على جوج، اللي نفرض لقيت 84 في الدوره لقيت 80 سنتيم، 80 مقسومه على جوج هي 40، يعني عندي هنايا شوفوا معايا خاصني هنايا شوفوا معايا الدوره كامله، الدوره كلها يعني على برت على كرشي بحال هذا الشكل هذا، وقسمت يعني كل شيء. غادي نقسم لي الفريد لقيت 100، لقيت 100 غادي نقسمها على 4 هي 25، غادي نزيد عليها سنتيم ديال الخياطه هي 26، لقيت في الدوره 80 غنقسمها على 4، داكشي اللي لقيتي في السمطه قسمي على 4 وزيدي واحد. لين فريد انا عندي في الدوره 100 غادي ندير 25 زائد 1 26، يعني غادي نطوي لي بلي حتى نلقى 26. هنا مازال خاصني نطوي، شفتوا معايا يعني نزيد في لي بلي نكبرهم، خاصها تجيني على قد لا طاي ديالي، ما يجيش سروال كبر مني. يعني هاد لي بلي بامكاننا نبقاو نزيدو فيهم حتى نلقاو القياس ديال السمطه. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. غنعاود لكم الجهه عاود اخرى باش ان شاء الله تفهموها اكثر. يعني الدوره ديال الحزام ديالكم ديال السمطه يعني تقسموها على 4 الدوره كامله، لينفرض عندك 120 قسميها على 4، لينفرض عندك 100 قسميها على 4، يعني وفي الاخر داكشي اللي قسمتي على 4 تزيدي عليه سنتيم. ها هي مزيانه دابا 25. غنمشي للجهه الاخرى، شوفوا معايا الجهه الاخرى هالكران، غادي نجيب عاود هاد البليه تتشوف هنا وهذه تتشوف فيها هكا على هاد الشكل، ونمشي عاود ثاني حتى نوصل تنكمل 26 سنتيم. نتمنى يكون واضح. جربوا البنات راه تيجي زوين في اللبسه، وتيجي بتويبات الاستيك تخرجوا بهم تيجيوا رائعين. نتمنى يجيكم ساهل. ونبقى غادا بلي 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 حتى نكمل ونوصل تقريبا 26 اللي عندي. نعاود مره اخرى كيفاش نلقى القياس، السمطه ديالك الدوره ديال الحزام كامله تقسميها على 4، وداكشي اللي لقيتي تزيدي سنتيم. بحالي انا حسبت ولقيت عندي الدوره كامله 100 قسمتها على 4 لقيت 25 زائد الخياطه هي 26، وغادي نحسب ونزيد لي بلي. لابان لي كبير نزيد لي بلي، بحال هنا خاص نلقى انا باقي عندي 34 خاص نلقى هي 26. اشنو تندير؟ تنزيد هنا في لي بلي هاك، تنكبر لي بلي هاك، شفتو هاكا تنزيد فيهم باش هاد البلاصه تولي صغيره ما تبقاش كبر مني، خاصها تجي على قد السمطه، لان في التالي غادي ندير بغيت ندير سلسله ما بغيتش ندير لاستيك، خاصو يجي على قدي هنا، خاصها تكون 26. باقي واحد شويه هنا غادي نزيد هذا لهنا ونزيد هذا لهنا، دابا ان شاء الله غادي يكون هو هذاك. نحسب الخياطه الوسطانيه دابا هي 26، شوفوا معايا دابا شفتو، وفاش غادي يكمل عاد يبان. دابا نقلب لكم للجهه الاخرى وندير نفس عاود الطريقه، هذا القدام اللي درت غادي نخدم دابا الظهر، ونطوي لي بلي حتى نكمل عاوتاني 26 هنا،
يعني على حسب السمطه اللي عندك. واخا فيها البنات الخدمه، ولكن راه شي حاجه اللي فيها الخدمه وتجي زوينه راه ماشي مشكل تعبوا عليها، تيجي رائع كما قلت لكم. في اي توب نازل، في ليكرا، في الساتان، في توبة الخيط، حتى تويبات الخيط بالنسبه للصيف تيجيو رائعين. غادي نطوي حد الكران، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. تبعوا المراحل اللي درت، يعني تجمع كامل خاصو يولي على قد السمطه ديالنا. وعاد من بعد نوريكم كيفاش تفصل، كيفاش يتفصل الحزام اللي غادي يلصق فيه. وكما قلت لكم ما تيجيش بلاستيك، تيجي بالسمطه. خاصني نحسب دابا، نلقى 5 26. بون صافي، نزيد فيه شويه هنايا. يعني باش نصفر شويه، يعني بحال تنزيد في البلي باش البليات. بون صافي، نشوف دابا، دابا مزيان 26. نفس الطريقة عاود لهاد البلاصة يشوفوا فيهم، ونبقى غادا بلي بلي حتى نلقى الحزام ديالي. هاد لي بلي هما اللي فيهم شوية الخدمة، من بعد راه كلشي ساهل. معها كاملة نمشي مع لي بلي تلقى السمطة. ما نساوش الدورة ديال الحزام ديالكم، ديال كرشكم، الدورة كاملة، وغادي تقسموها على 4، واللي لقيتو زيدوا عليه سنتيم، هو اللي خاصو يكون هنايا من بعد ما نطويه لي بلي. عندك 80 في الدورة، غادي تقسميها على 4، غادي تجيك 20، وزيدي عليها سنتيم، هي 21 سنتيم. هنايا نطوي هدا، وخاص نلقى 26 نيشان. جبناها هي هاديك. بون صافي، شوفوا معايا دابا السروال بدا تيبان. شوفوا معايا البنات، تيجي رائع، تيجي روعة. راه واخا فيه العذاب ولكن تيجي رائع. شوفوا معايا، شفتوا، شوفوا معايا هنا، يعني هاد فاش ينزل شوفوا الجناب كيفاش تيجي، يعني خاصو يتلبس باش يبان. هنايا خلاص القاعدة، وهنايا رجلين تيجي اون في، يعني فاش تخرج الرجل، فاش تخرج الرجل تيجي على هاد الشكل هذا، تيجي من الرجل متلت على هاد الشكل هاك، تيجي رائع البنات هاد السروال هذا. وكلشي تيعجبو لان في اللبسه مريح، وتيعطي، وتا اللي عنده ما عندوش ليهمش تيبين له ليهمش. شفتو انا دار لكم السمطه، شوفوا معايا دابا كوب لي شاتلي هو هذا. شوفوا معايا مزيان، تنطويه كامل على هاد الشكل هذا. هادي السمطة فيها 50 سنتيم، فيها 100، الدورة كاملة فيها 100، 100 مقسومة على جوج هي 50، زائد الخياطة هي 51. شوفوا معايا السمطة اللي عبرتو كاملة غتقسموها على جوج، هي اللي ديري هنايا، لقيت 100، 100 مقسومة على جوج هي 50، حيت توب على جوج. وهنايا غادي نحسب العرض، بغيت 15 سنتيم في جوج. شوفوا معايا العرض اللي بغيت هنا يبان عرض فيه 15 سنتيم، 15 غنضربها في جوج هي 30، 30 سنتيم. واللي بغى ينقص على هذا العرض ينقص، سمعتوني شنو قلت؟ اللي بغى ينقص على هذا العرض ينقص. من بعد ما كنقطع شوفوا معايا، عندنا دابا هذا فيه 100،
100 زائد الخياطة جوج سنتيم، وهنا فيها 30 سنتيم. غادي نقبض هادي على هاد الشكل، غادي نطويها على جوج هاك، شفتوا معايا على هاد الشكل هذا. وغادي نشوف الوسط وغادي ندير كران، واضح؟ هذا هو الحزام اللي غادي يجي من الظهر للقدام، والسلسلة غادي تجينا في القدام، شفتوا معايا على هاد الشكل. غادي نجي لهنا للوسط، الخياطة ديال الظهر للوسط، وغادي نجيب هاد الوسط هذا الخياطة، غادي نجيب الوسط مع الوسط على هاد الشكل، ان شاء الله يكون باين ليكم. ونمشي سنتيم 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 حتى نكمل، حتى نجي للقدام ان شاء الله. طبقوا ان شاء الله، راه تيجي رائع في اللبسة. نجي سنتيم ديال الخياطة، يعني هذا حتى الاخر غادي يوصل مع القدام. القدام اللي هو هذا فين كاينه الخياطة، اللي هو هذا ان شاء الله هو جامعه نيشان. شوفوا معايا البنات، جامعه نيشان لان محسوبين. القدام كما قلت لكم سلسله، حيت الا ما كانش سلسله راه ما يمكنش يطلع، ضروري خاصنا السلسله. هذا راه كاينه طريقه اللي بلاستيك، ولكن ما درت لكمش بلاستيك، تيجي بالسلسله تيجي زوين. فاش غتخيطوه عادي يبان لكم احسن. ندوز دابا للجهه الاخرى، ان شاء الله هي اللي بقات لي صافي، وكملنا الدرس ديالنا. ونتمنى ان شاء الله يكون واضح. بونطالون دغابي هندي، بون كنكمل كل شيء، معليش واخا يجي لا فيديو طويل، ولكن ماشي مشكل، لان تنوضح لكم باش حيت تبغوا تخيطوا يكون كل شيء واضح لكم ان شاء الله. تنشوف الخياطة فين كاينة، تنتأكد بأن هذا غادي يجي لبلاصتو، الخياطة ديال القدام اللي هي هادي، شوفوا معايا غادي تجي حدا ختها نيشان، هو هداك جاينا. نتمنى إن شاء الله يكون واضح، واللي طبقتوها ولقيتو فيها مشكل كتبولي إن شاء الله نوضحها لكم كتر. صافا هاني كملت، صافا شوفوا معايا دابا هنايا، هنا شوفوا معايا خليت هذا محلول، حتى هنايا غتخليوه شويه محلول، لان السلسله باش غتكون السلسله ضروري السلسله فيها ما بين 18 20 سنتيم تكون هنا، يعني هي الخياطه هذه تتحليها، هي الخياطه اللي كاينه ما تنسدوهاش، نوليو نحلو. انا خليت الفنيته هنا غير باش يبان لكم، وغندير فنيته هنا، هنا تتكون السلسله، حيت ضروري تكون السلسله، لما كانش ما غاديش يطلع لينا السروال. شوفوا معنا كيفاش تيجي البنات، شوفوا السروال، شفتوا معايا تيجي رائع، الرجلين راه محلولين، شفتوا يعني رجلين هم كيفاش تيجيو، لان خاصو يتلبس باش عادي يبان. شفتوا معايا، شفتوا رجلين كيفاش تيجيو، يعني تيجي البنات رائع في اللبسه. نشوف المانكاين، ندير لكم في المانكاين باش يبان، يجي على هذا الشكل هذا، واضح؟ نتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم الموديل، وتيجي رائع البنات، تيجي الموديل
الموديل تيجي رائع وبصحة والراحة. سروال دغابي هندي وبصحة والراحة. وإلى اللقاء إن شاء الله الحصة المقبلة إن شاء الله. وديما خاوة خاوة، ومع السلامة وشكرا لكم.